الحقيقة حبيت نتكلم اليوم حول مسألة مهمة جدا، يعني لاحظتها. ما نحبش نتكلم على أمور السياسة اللي موجودة في تونس ولا على الأمور الاقتصادية اللي موجودة في تونس واللي هي من أسوأ إلى أسوأ. طبعا أنا كنت في تونس وقت وقعت الثورة التونسية، واضطريت بعد الثورة التونسية باش نخرج من تونس، كما خرجوا ياسر طبعا، سواء من أصحاب فهمت الاتجاهات السياسية المعينة أو الإيديولوجية. في الحقيقة تونس بعد الثورة خسرت ياسر 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 ناس، سواء في المجال الاقتصادي أو حتى في المجال السياسي وحتى في المجال الفكري. أنتم تتذكروا أكيد، معناتها ياسر منكم مازالوا معناتها ما يتذكروش على تونس في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات، يعني ما يتذكروهاش، ولكن أكيد فما أشخاص يتذكروا هذه الفترة. في الحقيقة اللي حبيت نحكي فيه اليوم هو مسألة معناتها التعايش. احنا نعرف اللي تونس فيها كل الأطياف، مش تونس برك، أي دولة فيها جميع الأطياف. طبعا انا الان نعيش في اوروبا، ومساله التعايش ديما انا مثلا ندخل على الفيسبوك ولا نشوف فيسبوك نعرف كل عرك من بين معناتها الناس، يعني اي واحد يعمل عركه مع الاخر. يعني ساعات نقول معناتها فين كان متخبي هذا الشيء كله، فين كان متخبي؟ صحيح قبل في عهد بن علي في عهد بورقيبة معناتها ما كان حد شيء يخرج، الناس ما تعرف حد شيء، أما توا معناتها رغم كل شيء الثورة جابت لنا حاجة باهية، إن الناس ولات تتكلم، رغم اللي من ناحية التغيير ما فما حتى شيء تقريبا، بل إلى الوراء. نشوف ما فماش حتى تعليق، يعني ما فهمتش، يعني هل هناك مشاهدة؟ هل ما فهمتش يعني نشوف حتى تعليق حتى تجاوب. ما نحبش ندخل في الموضوع وما تكونش الأمور معناتها واضحة. أنا أول مرة كان معناتها علاش لان نعمل معناتها مرة أخرى ومرة أخرى، معناتها كانت سمحت الظروف باش واحد يعمل لايف، علاش لا، فما حتى مشكل. غير نحب نعرف يعني رغم اللي هي معناتها مجموعة كبيرة وفيها كل الاتجاهات حسب ما علمت. نشوف تراه ديريكت، أهلا وسهلا. المهم مش مهم معناتها المشاهدين ومش مهم التعليقات، أما أهم نقطة حبيت نقولها هي مسألة التعايش. نحن نعرف تونس اللي مخلطة من جميع الأطياف، سواء الإسلامية فهمت يعني المسلمين، عندنا الأباضية، عندنا السنة على جميع أنواعها، عندنا السلفية، عندنا الأب معناتها الشيعة، عندنا الشيعة في الجنوب، وغير المذاهب الأخرى اللي موجودة كما مثلا البهائية وحتى مثلا الساتانيزم، يعني اللي بعضهم ياخذوها على اساس انهم شيطانيين واللي هي ما عندها حتى علاقه بالشيطانيين، كما عندنا اليهود وعندنا المسيح. وتقريبا تونس فيها كل انواع الايديولوجيات، وهذه معناتها خاصيه معناتها في الحقيقه معناتها تعتبر حاجه باهيه لتونس مش حاجه عيبه. ولكن اللي لاحظته انا مثلا في الفورومات ولا في على الفيسبوك ان العقليه هي واحده، اهم شيء واكثر شيء هي عقليه نبذ الاخر. يعني بالنسبه لي اللي ما يفكرش كيف، وده نتكلم على جميع الاشخاص حتى ما يسمى باللادينيين او الملحدين او الربوبيين وغيرهم، ديما يعتبروا الاخر عدو، رغم اللي احنا كنا توانسة. انا نتكلم معاكم بالتونسي، انتوما تفهموا فيا، انا نفهم فيكم، احنا كنا توانسة. يعني وقت تشوف يهودي يحكي بالتونسي ولا مسيحي
ولا ملحد ولا ربوبي ولا شيعي ولا مهما كان، يعني تحس فيه الروح التونسية اللي موجودة فينا الكل. ناكل نفس الأكل، نلبس نفس اللباس، ولكن عنا عقلية مع الأسف ياسر 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 خايبة. يمكن ياسر منكم يعني يفهموا ويقدروا ويتكلموا، ولاحظها أنا في أغلب التوانسة، يقول لك مثلا هناك هذه المشكلة، هناك هذا المشكل، هناك هذا المشكل، والكلهم يتشكاوا، يعني كأنها معناتها كأنه هو برك الباهي، والشعب كامل 10 ملايين تونسي كلهم خايبين. فهمت؟ يعني هذه نقطة معناتها حيرتني أنا يعني. فهمت؟ حيرتني علاش التوانسة ما يوصلوش كما الشعوب الأخرى وكما معناتها في العالم أجمع موجودة. مثلا تمشي لفرنسا، فرنسيس ولا ألمانيا ولا بريطانيا ولا أي دولة أخرى، تلقى من كل الأطياف ما تلقاش فما يعني يجمعهم ما يسمى الأرض. الأرض نتاعنا، الوطن نتاعنا، رغم اللي معناتها فكرة الوطن هي معناتها فكرة نجم نقولوا هي معناتها كلمة معنوية، ولكن عندها وجود فعلي هي الأرض. هذه الحدود نتاعنا، الحدود نتاع تونس اللي معناتها معترف بها في الأمم المتحدة ومعترف بها العالم، وتنقولوا تونسي هو عنده خاص معناتها الخصوصية نتاعو فين ما مشاه في العالم. ولكن مع الأسف نلقى التونسي، أنا تو مثلا موجود في الخارج، نلقى التونسي مع جميع العالم به مهما كان توجهه نتاعو الايديولوجي، ولكن من بين بعضهم ما تلقاهمش باهين وما تلقاهمش صافين. كل واحد يشك في الآخر، كل واحد يضرب في الآخر، كل واحد عنده فكرة خايبة، فهمت، على الآخر. فهمت؟ هذيك المشكلة معناتها أنا مانيش فاهم شنو هو السبب نتاع هذه الحالة اللي احنا فيها. علاش ما نتعلموش مش نقنع الآخر وإنما نفهم الآخر؟ لأن الإنسان مهما عملت ما تنجمش تبدله كان هو ما تبدلش من نفسه ومن ذاته ومن داخله، أنت ما تنجمش تبدله. علاش تاخذ معناتها اتجاه وموقف معناتها عدائي لأنه ما أمنش بالفكرة متاعك؟ علاش؟ شنو السبب؟ يا سيدي ما أمنش بالفكرة متاعك أو ما تتبعكش الفكرة متاعك، يعني هو مستوى الفكر متاعه والنظرة متاعه والثقافة متاعه والتكوين متاعه ما يسمحلوش باش يتبنى الفكرة متاعك. إذا أنت في عود تحاول باش تقنعه، احنا كان نعملوا مجهود تو مثلا في العالم أجمع، تلقى الأطراف تتناقش وتتحاور وتحكي مع بعضها، ولكن الهدف عمره ما كان باش نقنع الآخر وإنما باش نحاول نفهم الآخر. لأن تونس رغم كل شيء هي للجميع، ليا وليك، فهمت، ليا وليك ولأي إنسان مهما كان. وهذا ما نتكلمش يعني في المجال الإيديولوجي والسياسي فقط، وإنما حتى في المجال نجم نقولوا احنا الاجتماعي، حتى التوجهات الجنسية مثلا المثليين، علاش المثليين ما نقبلوهمش؟ شنو قلقك انت؟ شنو قلقك؟ يعني المثليين موجودين في العالم اجمع، ما فماش دولة انت تسخايب روحك توا كي ترفض الاخر او تمنع الاخر من الحديث، هل يمكن ان تمنعه من التفكير؟ وكان تمنعه باش يكون كما هو بالفعل، هل تمنعوا ما يعملش هذاك الشيء معناتها خفية؟ علاش نجبر الناس باش يعملوا الحاجة بالسرقة؟ علاش مش كل شيء يكون واضح، كل شيء يكون باين؟ صحيح نجمه مثلا يكون كل إنسان مثلا ساعات مثلا هذه توقع مثلا فما في العالم أجمع إن فما بعض التوجهات سوى الجنسية سوى الاجتماعية سوى أي غيرها من الأمور أو حتى الدينية، فهمت، هناك أماكن خاصة. توا تركيا
الياسر بالتوانسة يعني يفتخروا بيها ويقولوا تركيا تركيا. تركيا فيها كل شيء، حتى شواطئ العرات موجود فيها، كل شيء موجود فيها وعايشة بخير. احنا عندنا 1200 كيلومتر بحر من أجمل البحار، وعندكم الحق خاصة اللي ما خرجوش من تونس، فهمت، يمشيوا يشوفوا الشواطئ التونسية ويقارنوها بالشواطئ الغير تونسية، بل نتكلم أنا على كل شواطئ جنوب البحر الأبيض المتوسط، هي من أجمل الشواطئ. ومعروف البحر الأبيض المتوسط يعني بالاعتدال متاعه، بالطقس متاعه، بالطبيعة متاعه، بحرارة الناس متاعه، يعني الحرارة الاجتماعية. شنو احنا، احنا كتوانسة شنو ناقصنا باش نكون دولة، فهمت، متقدمة؟ شنو اللي ينقصنا؟ شنو اللي ينقصنا؟ ما ينقصنا حتى شيء. سامحوني، تحل واحد انيلي او معرفش سي ان فيروس او فان كونت. مشكلة، ان فيروس ما لقاه يجي كان توا. اوكي كيتي كليك اد بوتن تو انستول اكستنشن. اوكي المهم سامحوني، سي ان فيروس تخلي على الاورديناتور بتاعي، مش مشكل. دونك احنا شنو اللي ناقصنا باش نكونوا، ما نقولش انا خير من اوروبا، وانما شنو اللي ناقصنا باش نكونوا على الاقل قراب لاوروبا؟ علاش مثلا الشباب بتاعنا يقص، فهمت، البحورات ويعرض روحه للخطر، فهمت، من اجل انه يمشي لاوروبا ويحرق اوروبا ويعيش في اوروبا ويجي لاوروبا. جاها اوروبا، هيا جاها، وقتها جاها يعني يعيش تمرميد ويعيش ال فهمت معناتها الاهانه، ويعيش الذل ويرضى روحه معناتها مهان، ومعناتها ما يفكرش اللي بلاده راهو بلاده هذه تونس راهو ينجم يردها جنه. احنا شنو مطالبين؟ شنو الحاجه معناتها النقطة الأساسية اللي تخلي تونس تتطور؟ خلي بعاد على السياسة، بعاد على الإيديولوجية، بعاد على الأديان، بعاد على كل شيء. شنو اللي يخلي تونس تتطور أو أي دولة في العالم تتطور؟ هو التسامح، هو إن نقبل بعضنا باختلافنا. إلى متى معناتها نقعدوا نفكروا لازمك تكون كيفي، لازمك تعمل كيفي، لازمك تفكر كيفي، لازمك تلبس كيفي، لازم انا صمت انت صمت، انا نصلي انت تصلي. يا اخي معناتها انا مانيش معناتها متحجب معناتها من الحملات اللي نسمع فيهم، فهمت، اغلاق المقاهي، معناتها كي تونس تمشي للجامع تلقاها معبي، تمشي للبار تلقاها معبي، تمشي معناتها تشوف في تونس تشوف هكايا تلقى النساء الكل متحجبات، تتلفت هكا تلقى النساء الكل مش متحجبات. ايش شنو المشكل؟ علاش التوانسه وقت يجيو للخارج ويمشيو لاوروبا يقبلوا الاختلاف؟ كي يمشي في رومبال لفرنسا ويشوف الناس تفطر ما يقلقوش، فهمت؟ ما يقلقوش. وقت يشوف واحده مش متحجبه ولا لابسه ميني جوب ما تقلقوش، لكن وقت يمشي في تونس لا، كي يشوف واحده مش لابسه ميني جوب يعتبرها معناتها عاهره ويعتبرها متبرجه ويعتبرها كذا وكذا وكذا ويلقي عليها 20,000 تهمه، فهمت؟ بينما يقبل ذلك في الخارج، بل تلقى في رمضان بيدو يعني قاوري مع مرته ولا مع صاحبته يشربوا في بيره ولا ياكلوا ولا لابسين لبسه معناتها كيما نقولوا بين قوسين،
مش محتشمه على حسب المفهوم نتاعهم يقبل، لكن تونسي ما يقبلوش. علاش تحبوا الشر لرواحكم وما تحبوه، معناتها تحبوا الشر لرواحكم وتشوفوا توا اوروبا وتشوفوا الغرب وتشوفوا، معناتها انا مانيش مبهور لا بالغرب لا بحد شيء، اما انا نتكلم اهم نقطه اساسيه هو قبول الاخر، وهنا الكلام موجه للكل. وقت نشوف انا مثلا في الجروب هذا يقول لك لا ما تتعرضش للدين، فانت علاش كل شيء قبل النقد؟ انسان يحب ينقد، توا انت كي منعته باش ينقد الدين ولا ينقد ايديولوجيه ولا ينقد سياسه، هل انت خلاص انتصرت؟ النقطة، احنا المشكلة بتاعنا وسائل الإعلام، أنا مازلت كي دخلت الإذاعة التونسية يعني تقريبا 12 إذاعة، فهمت؟ ما فيها حتى برنامج يصلح. كي نقول لك ما فيها حتى برنامج يصلح تكذبوني. يعني تشوف تمشي تشوف إذاعات العالم أجمع تلقى أمور تثقيفية، اجتماعية، علمية في كل المجالات. أنت شوف في الجروب هذا، في الجروب هذا البارح مسيت كي دخلت، فهمت؟ بوست، ومانيش ننقد في الجروب، راه وانا اشكر معناتها الاشخاص اللي جعلوا هذا الجروب، وفي الحقيقه تسمى معناتها حريه يعني كبيره وصلت لها تونس، يعني من ناحيه هذه من ناحيه الكلمه، وهذا معناتها انجاز تونسي، ولكن هذه الخطوه ما تكفيش، لازم خطوات اخرى واخرى واخرى، واهم معناتها خطوه هي الانفتاح. كانت التلافز نتاعنا احنا ديما نكون نعملوا على الحكومه على الحكومه على الحكومه على الحكومه، كل شيء في الحكومه، كيما فكره الشده في ربي، الشده في ربي، الشده في ربي، الشده في ربي. يا سيدي معناتها كيما نقولوا احنا ما فما حتى مشكله، ولكن كان انت ما تعملش على روحك، انت تغير البلاد نتاعك، انت تغير الوضع نتاعك، كان احنا ما نتفاهموش مع بعضنا، كان احنا ما نقبلوش بعضنا، شكون باش يقبلنا؟ كان على رؤوس الاموال عمرها ما تجي تعمل مشاريع في شعوب متعاركه مع بعضها. تو تشوف مثلا نسمع معناتها هاو واحد يحب يقتل روحه، هاو حرق الغابات معناتها افتعالي، فما واحد يحرق داره، يحرق بلاده، يعني ما فهمتش انا المستوى الاخلاقي فين وصل بالتوانسه. هل الثوره الشعوب الكل تعمل ثورات باش تتقدم، هل احنا عملنا الثوره باش نتاخروا الى خلف؟ اي انسان يحب يعمل مشروع في تونس طبعا باش يغزر حاجات مهمه، من اهم الاشياء اللي باش يغزر لها هي الامن، باهي توا الامن بدا يتحسن شويه، ولكن الحاجات الأخرى اللي يغزر لها إن الشعب عنده لحمة، يعني فيه تنوع، فيه اختلاف، مش سيري كسرونات، مش الناس الكل كيف كيف، حتى واحد منجم يرد الناس الكل كيف كيف راهو يكذب عليك. توا أنت كي تحارب المثلية ولا تحارب الملحدين ولا تحارب الشيعة ولا تحارب أي اتجاه سياسي آخر، هل تتصور نفسك انك قضيت عليه؟ والدليل، الدليل الاتجاه الاسلامي، هاو بورقيبه وش عمل وش عمل وش عمل بن علي وش عمل وش عمل وش عمل، لا عمرها ما كانت المنع، منع التعبير هو الحل، وكل الشعوب في العالم اللي تطورت وتحضرت ولو يثقوا فيها رؤوس الاموال والشركات الأجنبية ومعناتها السياسات الأجنبية كلها، خاطر تونس مش وحدها، تونس شنية هي؟ تونس 10 ملايين، أنا هاني نشوف معناتها عايش في هولندا، هولندا ربع تونس، ربع تونس، واشترى الأراضي نتاعها بنينهم هما، يعني جابوا التراب وبناوا على البحر، فهمت؟ فكرة اسمع راوية ميري أمازيغ، فهمت؟
الدكتاتورية ما هيش حل سادة. فهمت؟ الدكتاتورية عمرها ما كانت حل. يعني تقول لي العرب ما يفهموش الحرية لزمهم الدكتاتورية، ما الدكتاتورية ما تحلش المشكلة. راهو الفرق من بين الدكتاتورية والديمقراطية هو ان الدكتاتورية تقول لك سكر فمك، والديمقراطية تقول لك اتكلم وكلامك في يا هذا في النافخات زمرة، قول اللي تحب. هذا اش تعيش تونس؟ ما تونس تعيش ديمقراطية تو؟ فهمت؟ ديمقراطية تكلم يا سيدي قول. لكن انا مش على النقطة هذه نتكلم، انا حبيت نتكلم على مسألة ان على قد ما يكون مجال الحرية اوسع، على قد ما يكون التطور. وحبيت نرجع على الجروب هذا، يعني انا مانيش ضد انساني بوستي ولا ديكتاتورية عادلة يا ميري، مش موجودة ديكتاتورية عادلة. فين ديكتاتورية عادلة؟ مستحيل تكون ديكتاتورية عادلة. ده ما انت مش منطقي. فهمت؟ ديكتاتورية عادلة ما تجيش. هي الديكتاتورية معناتها انك لا تكون عادلة، لهذا سميت ديكتاتورية. فهمت؟ رغم اللي فما هذا الاتجاه، راهو هذه مسألة الديكتاتورية العادلة. فهمت؟ ديكتاتورية شرعية ما معناتها، ما نعرفش انا مفهوم الديكتاتورية عندكم شنو. الديكتاتورية يعني سكروا فمكم وطبقوا اللي نقول لكم. فهمت؟ هل باش تجبر الناس انهم يوليوا احرار؟ ما تنجمش تجبرهم، لازمك تغير العقلية. العقلية لازمها تتغير، والعقلية اللي لازمها تتغير هي من أهم العقليات المضرة للتوانسة وللتونسيين، هي عقلية عدم قبول الآخر. طبعا ياسر عقليات خايبة في تونس، منها نظرته للمرأة، نظرته للمثلي، نظرته للمختلف عليه، نظرته اللي ما يفكرش كيفه، لكلها تدخل في مجال الحرية. وقت احنا نوسع مجال الحرية، فهمت؟ حتى الديمقراطية طبعا، طبعا الديمقراطية تم في حق الأقلية. لا، ليس صحيح، لأن الديمقراطية أول حاجة، الديمقراطية هو تفكير غربي. ما أنا مانيش مع المصطلحات هذه، ديكتاتورية ديمقراطية، مانيش معاها بالكدا، لأن مفهومها غربي ولا يمكن أن نجم نطبقوها احنا. يمكن نعمل فيها تحويرات. فهمت معناتها تحويرات باش تكون مناسبة لنحنا، خاطر احنا رغم كل شيء عندنا تاريخ ورانا، عندنا تاريخ وعندنا عادات وعندنا تقاليد وعندنا سلطة الأب وسلطة الأخ وسلطة الرئيس وكل شيء معناتها تحت فكرة الأحد الأحد. فهمت؟ إذن هذه معناتها المشكلة. أنا شنو حبيت نقول، أن رأي الحكومات والسياسيين بصفة عامة، السياسيين فهمت، السياسيين بصفة عامة هما راهم يتلونوا مع ما يسمى الشعب. خاطر السياسي شنو هو؟ السياسي إنسان يحب يوصل للسلطة. فهمت؟ مادام يحب يوصل للسلطة يعني لازم يرضي معناتها طبقة تكون كبيرة من الشعب، لازم يرضيها. فهمت؟ وكان ما يرضيهاش ما ينجمش يوصل للسلطة. إذا وقت المجتمع متاعنا يتغير ويتبدل، وتوا عندنا وسائل الانترنت ووسائل الإعلام اللي موجودة معناتها كل انترنت، فيسبوك، يوتيوب، كل شيء، 20,000 حاجة. فهمت؟ معناتها نجموا ننشروا بها الوعي في تونس في العائلات والعمل والمدرسة. بالفعل سارة، المشكل اللي يحكم فينا السياسات اللي تحكم فينا هي نفسها اللي تحكم الفرد في المجتمع بتاعنا. ابدأ من الأب وابدأ من الأخ وابدأ من العائلة وابدأ من المدرسة وابدأ من العمل، نفس التركيبة. فهمت؟ نفس التركيبة
هي بيدها اللي تتعاون. لهذا التغيير معناتها مش التغيير سياسات ولا هز حزب وجيب حزب، على خاطر تو انتم شوفوا النهضه يعني قريب فهمت باش يظهر لنا راشد الغنوشي في يده كعبه بيره، في يده سلتيا باش يظهر اللي هو تونسي، فهمت شنو مازال باش يخرج لنا بشركه فهمت حديد فهمت وكعبه سلتيا وساق على ساق وشيشه باش يظهر اللي هو معناتها التونسي 100%. هو حتى فهمت الحزب نتاعو يعني انكر انه يكون تابع الاسلام السياسي، انكر تغيير العقليه. لكن تغيير العقليه كيفاش تكون؟ تغيير العقليه لازمها تكون بفتح مجال الحريه، فهمت؟ مشكله العقليه كبيره، اكبر شيء اكبر شيء فهمت هي مشكله الحريه. توا انت اكبر المجموعات ولا الصفحات التونسيه فهمت اللي تمثل الشعب التونسي ما تنجمش تتكلم فيها، ما تنجمش، ما عندكش حريه. توا هنا مثلا معناتها تكلمت ومعناتها وفي الحقيقه يعني فخر يعني انسان ينجم يتكلم. انا معناتها مانيش حتى معناتها شاورت، انا معناتها ما جيتش معناتها عملت مباشره كاكا، شاورت وفي الحقيقه كانوا متربين ومعناتها وحسيت الروح التونسيه فهمت. لازم الناس الكل تتكلم، كلهم تكلموا، لازم وسائل الاعلام التونسيه ماهيش مقتصره على مجموعه معينه. انا نتفرج في التلفزه التونسيه او نسمع حنا بعل او التاسعه وكذا، نفس الوجوه كل يوم، نفس الوجوه كل يوم، نفس الوجوه. هذا كل ما عناش احنا وجوه اخرى، كم من وجه وكم من مثقف موجود خارج تونس وفي تونس وما يتكلمش، فهمت؟ قديش من واحد ما عندهمش مجال للكلام. علاش الاذاعات نتاعنا اللي معناتها يتم صرف عليهم معناتها من فلوس التوانسه، علاش ما نعطيوش مجال معناتها للحديث؟ يا سيدي جيبوا اعمل تو تشوف في اوروبا مثلا تلقى برنامج للمسيح، برنامج للمسلمين، برنامج للهندوك، برنامج للحزب الفلاني، برنامج للاتجاه الفلاني، برنامج للمثليين، برنامج يعني فما تنوع، كل واحد يلقى الرغبه نتاعو. هي راهو الديمقراطيه معناتها الحقيقيه هو صحيح هي تحكم بالاغلبيه ولكن عدم ظلم الاقليه ايضا. يعني الديمقراطيه اللي تظلم الاقليه، احنا عندنا تقريبا 10% كان مش 20% من التوانسه عندهم اتجاهات اخرى بعيده كل البعد على اتجاه الاكثريه، ولكن رغم ذلك ما عندهمش الحق لا في وسائل الاعلام لا في جرايد لا في أنشطة اجتماعية. والأغرب من ذلك، والأغرب من ذلك هو أنهم محاصرين داخل وسائل التواصل الاجتماعي، فهمت؟ الإسلام العروبي أو الإسلام العروبي عنده دور. احنا إسلام اللي موجود في شمال أفريقيا هو إسلام متفتح، فهمت؟ عندنا اسلام صوفي، عندنا حتى الاسلام الاباضي تسمى متفتح، فهمت؟ اما المشكله الاسلام السلفي اللي جايين بعقليه فهمت بعيده على شمال افريقيا، مش مدخلنا احنا فيهم، فهمت؟ كي هما يؤمنوا بحاجات وعندهم حاجات مش مدخلنا فيهم، هذه المشكله فهمت. مش الاسلام فقط، حتى معناتها الطبيعه فهمت يعني فما افكار توجدت في عقليه والدينا خلاتنا نفكر بالطريقه هذيك. هذه الافكار الفكر الرجولي، الفكر الاب، الفكر الاوحد، الاحد، الطريق الواحد، هذا هو اللي قضى علينا. اذا انا ما نحبش نزيد نطول ياسر لا محاله، وفهمت ونشكر يعني مره اخرى معناتها باعتين هذه المجموعة باش نأكد نقطة مهمة جدا واللي نقول فيها ونقول فيها كل شيء. أرجوكم يعني كلكم المجموعات الكبيرة التونسية
والصفحات التونسية، أعطيه المجال للآخرين أن يتحدث، مش واحد تكلم كلمة فهمت سيء بانس 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 نح نح، خليه يتكلم، خليه يفرغ قلبه يا سيدي، حتى ولو به فما حدود، فهمت؟ فما حدود. مثلا الإنسان ما يجيش يتهم إنسان آخر بحاجة بدون دليل، ما يسمى لا ديفاماسيون، فهمت؟ وفما مثلا السب أو الكلام الطايح، فهمت؟ الواحد معناتها رغم اللي معناتها الكلام الطايح موجود، الحقيقة موجود معناتها في المجتمع التونسي، فهمت؟ موجود حاجة عادية. إذا معناتها افتحوا المجال، ولكن في نفس الوقت الأشخاص اللي تم معناتها منحهم من معناتها من التعبير يحاولوا زادة ما يحاولوش يستفزوا، فهمت؟ النقد النقد باين، لكن الاستفزاز اللي نجم نقولوا احنا يخلق الكره ماهوش باين، فهمت؟ نجم تنقد متربي تقول فكرتك، وفما حاجات مثلا هناك حاجات مثلا هي معناتها ساعات مثلا تجي ندخل المجموعة مش هذه مثلا مجموعات أخرى، واحد يجي مثلا يتكلم معناتها ينقد في الإسلام ولا حاجة، يجي ويحبطوا عليه وكذا، وأنت كافر وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ومعناتها ويطردوا. وفي نفس هذيك المجموعة أو في نفس هذيك الصفحة يمارسون في أعمال تخالف الإسلام كليا، تلقاها لا تصلي لا تصوم لا تلبس حجاب لا تعمل حتى شيء، فهمت؟ وتقول لك انا مسلمه وتدافع عن الاسلام، فهمت؟ انا مانيش فاهم، يعني هذوما هما المصيبه، هذوما هما المصيبه، راهو المشكله وهذه تعود للعقليه. انت ما كنت مسلم، البارح ناقش مع شخص هوني حول مساله تارك الصلاه، قال لك لا تارك الصلاه عادي. شنو هي تارك الصلاه عادي؟ شنو الكلام هذا اللي تقول فيه تارك الصلاه؟ يا اخي ولاو كلهم فقهاء يفهموا في الفقه يفهموا في الدين. يا ولدي كي انت ما تفهمش الدين ارجع لاصحاب الاختصاص، توا واحد فهمت ينجمش باش يفهم الجزار يمشي للحواد، ولا باش يفهم طبيب القلب يمشي لطبيب المعده، كيما كل واحد المجال نتاعو كل واحد الاختصاص نتاعو. هناك علماء دين قدامى عند حديثين هما اللي لازمك ترجع لهم، وفهم الكتب الرسميه مش تجي تاخذ لي من نابورت كوا وتولي مفتي ومفتي المفتين. هناك بابين، ناكر الصلاه وتارك الصلاه. ناكر الصلاه ما معاش نقاش، هذا نكر اصل من اصول الدين، هذا مرتد، هذا ما عادش نقاش، هذا مش باش نقولوا له صلي ولا ما تصليش، هذا مرتد خلاص انتهى امره، فهمت؟ وتارك الصلاه فهمت يجب معناتها ما عندوش الحق اصلا، كأنتي مسلم مسلم وتترك الصلاه يجي منه، جي هو ابليس ابليس، فهمت؟ اللي على حسب الاسلام يعني معناتها يعرف الله يعني معرفة اليقين، وتقالوا اسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. شنو قال؟ طردوا، قالوا إنك من الملعونين، يعني هنا عصاب. يمكن معناتها منكر فريضة الصلاة يعتبر مرتد وكافر وكذا وكذا وكذا، اما اللي يعرف اللي الصلاه واجبه وما يصليهاش اعظم، هذاك اعظم. كي انتوما مثلا نرجع للمساله هذه، تلقاه مثلا واحد ينقد الاسلام ولا حاجه اوب يطردوه كذا، وتلقاه هو يعمل في معناتها في الصفحه هذيك او في الجروب هذاك اشياء ما جاء بها الاسلام اصلا، فهمت؟ التجاره باسم الله، التجارة باسم الرسول، يقول صلى الله عليه وسلم، هذه فتاوي علماء كبار قالك حرام حرام، فهمت؟ التاجر باسم فهمت
الرب او اسم الرسول او اي حاجه اقول واستغفر الله ونجي نكلم فيه يقول لي لا وانت تفهم منه ولا تفهم ده انت هو اللي تفهم. المشكل ما يعرفوش دينهم. المشكل اللي يجهلوا دينهم. تو الانسان كيقول شيوعي يعرف الشيوعيه، انسان كيقول مسيحي يعرف المسيحيه، نمشي نحكي مع المسيح يعرف، وانسان يقول يهودي يعرف اليهوديه، انسان يقول بوذي يعرف البوذيه، حتى ملحد يعرف الالحاد. فهمت؟ بينما مسلم، فهمت؟ مسلم ما يعرفش الاسلام. يجي مثلا مسلمه، مسلم تسميه مسلم، يجي يسب فيك يا امك يا بيها يا عليها، اولا ذا يقف ممنوع في الاسلام. فهمت؟ من بعد يجي يسب لك ربك ورب ربك والرب متاع ابوك والرب، يعني فريمون واحد يقعد يعني هل هذا مسلم ولا شنو؟ شنو العجينه نتاعو هذه؟ العجينه من فين، من فين توجدت؟ طبعا هذيك هي، وهذا يقول عليهم القران، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هذه المشكل، هذم هم اللي في الدرك الاسفل من النار، منافقين هذا. فهمت؟ هذه المشكلة. فهمت؟ المهم هذا معناتها اش حبيت نقول في الحقيقة. أنا معناتها ما نحبش نزيد نطول ياسر، أما على قد ما نفتحوا ليسباس دو ليبرتي، مجال الحرية للجميع، على قد ما يكون هناك وعي، وعلى قد ما يكون هناك وعي يكون هناك تطور وحضارة. وكما قلت يعني النقاش الهدف نتاعو تعريف بالاخر، قبل انت ما تسبه وتقول له يا كافر، قل له يا سيدي عرفنا بالايديولوجيه نتاعك، عرفنا شنو هو انت بالضبط، شنو هو ما يعرفوش شنو معناها اصلا، بالنسبه ليهم كافر كافر اكاهو. فهمت؟ النفاق منتشر في كل مكان. النفاق مش ما يقول لك تونس دوله اسلاميه. دوله اسلاميه، فين الاسلام في تونس؟ فين يطبقوا فيه الاسلام؟ ها؟ فين؟ يا اخي الاسلام اسم، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. لازمهم يسميوا تونس دوله كافره. ما تسميوش دوله اسلاميه. نكونوا واضحين، يا اما تختاروا هذا يا اما تختاروا هذا، شنو هذه؟ تلعبوا على زوز حصن. المهم اكتفي بهذا القدر، واتمنى يعني الحرية تكون أكثر وأكثر 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 في المجموعات التونسية كلها، ويحاولوا معناتها باش يفتحوا المجال لكل الأطراف باش يحكي. وشكرا، وشكرا لمسيرين وأدمين متاع مجموعة لقد تمرجنا من أجلكم. فهمت؟ في الحقيقة تمرجنا برك أكثر من تمرجنا. وبالسلامة.